في الشهر. والخامس الخاتمة هنا هنا هنا. خاتمة خاتمة. نعم. طيب إذا الآن أخذنا أسئلة خمسة. خمس سؤال همنا سنا. لماذا ندرس التوحيد؟ كيو توحيد هم پڑھیں. لماذا ندرس هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ كيو هم أصول الثلاثة پڑھیں. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ اختصار كسان أصول الثلاثة کیا ہے؟ ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ کیا فائدہ ہے أصول الثلاثة پڑھنے سے؟ محتوى هذا المتن، وقلنا المتن يحتوي على أقسام خمسة. اس کتاب میں کیا چیزیں ہیں؟ وہ پانچ اقسام پر مشتمل ہیں. من يعيد لي هذه الأسئلة؟ یہ جو پانچوں سوال جو ہم نے بتایا کہ پانچ سوال ہیں اس پر جو شخص کیا ہم نے استعفا کیا جانا ہے بتائیے کون اسے دوہرا سکتا ہے پہلا سوال کیا ہے دوسرا سوال کیا ہے تیسرا سوال کیا ہے تغلق هذا الدخيل